احتفلت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بهذا الحدث ومرور 20 عام على انضمامنا لهذه المنظمة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع نتواصل مباشرة مع الأستاذ خلفان بن سعيد الرحبي، مدير دائرة المنظمات والمؤتمرات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. مساك الله بالخير الأستاذ خلفان. الله يمسك النور أخي عبد الله. يا مرحبا وسهلا فيك، ونبارك لكم طبعا مرور 20 عام على انضمام السلطنة لمنظمة التجارة العالمية. الله يبارك حياتك إن شاء الله. بداية الأستاذ خلفان، نعرف المستمع والمشاهد ما يعني انضمام الدول إلى هذه المنظمة، ما هي المكتسبات والنتيجة اللي ممكن تفيد التجارة من خلال الانضمام إلى هذه المنظمة؟ شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. طبعا في بداية الجواب على هذا السؤال، كان في الفترة هذيك اللي هي تتعلق بانضمام السلطنة لمنظمة التجارة العالمية في عام 1900 وفي 2000، قيام منظمة التجارة العالمية طبعا في عام 1995 بعد ما انهيار سور برلين وتفكك الاتحاد السوفيتي، أصبحت النظام الرأسمالي هو النظام المتسيد طبعا في العالم. نعم. وظهر مفهوم العولمة، أصبحت هذه منظمة التجارة العالمية تمثل مفهوم العولمة بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. عمان لم تكن بمنأى طبعا عن التطورات الدولية اللي حصلت في تلك الفترة، وطبعا حلت المنظمة هذه محل ما كان يعرف سابقا باتفاقية الجات أو اتفاق التعرفة والتجارة، وجميع اتفاقيات الجات أصبحت جزء من هذه المنظمة. ممتاز. منظمة التجارة العالمية طبعا أصبحت منظمة شاملة لكل ما يتعلق بالتجارة العالمية. تم إضافة تجارة الخدمات، تم إضافة أيضا موضوع حقوق الملكية الفكرية في تلك الفترة. طبعا عدم الانضمام يعني بالتالي أنت بتكون خارج اللعبة الدولية في تلك الفترة يعني. وإحنا كنا في عام 2000 العضو 139، بالتالي أمامك 138 دولة في تلك الفترة. الفرصة اللي كانت طبعا أو الأهداف اللي من خلالها وضعت للانضمام هو فتح منافذ للصادرات العمانية، وأيضا موضوع جذب الاستثمار، وهذا عادة ما يتم يعني جميع الحكومات تنظر إليه بشكل كبير. لأنك أنت في النهاية عندك صادرات عمانية، عندك حركة تجارة، وأيضا لا ننسى أن عمان بلد تجاري منذ القدم. بالتالي هو له باع في مجال التجارة وتضاف إليه الموقع والاستقرار. هذه من ضمن المزايا المفترض أيضا تستغل في هذا الجانب. نعم. يعني عادة الأستاذ خلفان، الانضمام إلى مثل هذه المنظمات ينتج عنه أكيد التزام من هذه الدول. ما هي أهم بنود الانضمام والالتزامات التي خضعت لها السلطنة من خلال دخولها إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2000؟ طبعا عمان بحكم أنها انضمت بعد قيام المنظمة، كان عليها أن توفي أو توافق على جميع الحزمة اللي موجودة في إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. بالتالي لو قسمنا الالتزامات بنقسمها إلى 3 أقسام. أول شيء في مجال تحرير تجارة السلع، طبعا اللي هو وضع السقوف أو الحد الأعلى للرسوم الجمركية. الشق الثاني اللي هو في مجال تحرير تجارة الخدمات، تحديد الأنشطة الخدمية اللي ممكن الاستثمار الأجنبي يدخل فيها. الشق الثالث اللي هو يتعلق بتعديل القوانين والتشريعات الداخلية حتى تتوافق مع أحكام الاتفاقات المختلفة، من ضمنها قوانين في مجال الملكية الفكرية، أيضا إصدار قوانين فيما يتعلق بمكافحة الإغراق والإغراق الصحي والصحة النباتية والمواصفات وغيرها. نعم. هذه الالتزامات، ما هي أشكال التسهيلات التي يعني تجدها السلطنة من خلال انضمامها للمنظمة؟ مثل ما ذكرنا يعني الانضمام لابد له من يعني جوانب إيجابية وجوانب سلبية. عدم دخولك في هذا المجال طبعا بيحرم الدولة من أي مزايا داخلية عادة، وهذا تم طبعا موجود في جميع اتفاقيات، في معاملة خاصة للدول النامية. في جميع اتفاقيات منظمة التجارة موجودة هذه المعاملة. بالتالي عمان بحكم أنها دولة نامية بتستفيد من هذه البنود الخاصة بالمعاملة، سواء من ناحية يعني عدم التزامها بمستوى نفس مستوى التزامات التي عادة تقدمها الدول المتقدمة، أحيانا تعطى فترة انتقالية قبل لا يتم التطبيق. هذا من ضمن أيضا في شق آخر يتعلق بتقديم المساعدات الفنية في مجال تطوير القدرات البشرية والوطنية في مجال المفاوضات وفي مختلف الاتفاقيات، هذه ننظر لها. لكن
لا يعني لا يجب التركيز على مسألة النظام بقدر ما يكون الإعداد الداخلي للاقتصاد البلد. نعم. لأنك أنت لما تدخل في هذا المجال أو في هذه المنظمات أو الاتفاقيات لابد تكون عندك الرؤية واضحة أنك حتى تقدر تستفيد من الإمكانيات والميزة النسبية اللي تتمتع فيها كبلد، تحاول أنك تكون يعني حتى تكون بلد جاذب للاستثمار، بلد يعني مصدر للصادرات، توصل لمختلف الأسواق. وهذا طبعا بيحقق لك مكسب أكبر. نعم. أما إذا بتظل يعني على دولة معتمدة على الوارد بالتالي بتكون طبعا الاستفادة مختلفة. نعم. ممكن تكون أقل يعني. هذا يعني أن كل دولة تسخر أدواتها الداخلية للاستفادة. أكيد. من بنود الانضمام. نعم. لمنظمات التجارة العالمية. صحيح. الأستاذ خلفان، طبعا هذه ما هي الاتفاقية الوحيدة التي انضمت إليها السلطنة؟ لو تكلمنا عن الاتفاقيات والمنظمات الأخرى التي انضمت إليها السلطنة في مجال التجارة خلال 20 عام الماضية. طبعا هذه ما مثل ما ذكرت أخي عبد الله إن مش الاتفاقية الوحيدة، طبعا في اتفاقيات سبق وإحنا دخلنا فيها كطرف على المستوى الإقليمي في إطار مجلس التعاون وفي إطار جامعة الدول العربية، أيضا لاحقا تم التوقيع على اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. ومع في إطار مجلس التعاون أيضا تم التوقيع على اتفاق التجارة الحرة مع سنغافورة وأيضا مع مجموعة الدول الإفتا اللي هي 4 دول من ضمن دول الاتحاد الأوروبي، سويسرا، النرويج، آيسلند، لخشنتاين. هذه 4 دول موجودة في الاتحاد الأوروبي في اتفاقيات تجارة حرة بين دول المجلس مع هذه الدول. طبعا جميع هذه الاتفاقيات هدفها واحد اللي هو إيجاد منافذ للصادرات العمانية، جذب الاستثمارات، وأيضا هو من باب نفس ما الحكومة حاطة في أهداف إدماج الاقتصاد العماني في الاقتصاد العالمي. نعم. يعني أستاذ خلفان نقدر نقول أنه من خلال منظومة انضمامنا إلى مختلف الاتفاقيات والمنظمات وكذلك الآن بيئة تشريعية مكتملة في كافة الجوانب، هل تعتقد أنه البيئة الآن صارت متاحة بشكل كبير لتقدم التجارة في السلطنة وزيادة كذلك نسبة الصادرات بشكل أكبر؟ أنا أتوقع يعني من وجهة نظر شخصية طبعا أكيد يعني إحنا يمكن خلال أزمة كورونا يعني لاحظنا أن صار في استيراد مباشر، صار في حركة كبيرة، تم استغلال الموانئ بشكل أفضل، يعني المجموعة العمانية اللوجستية اشتغلت بشكل كبير، أيضا الجهات الأخرى القطاعية. أعتقد إحنا جاهزين، لكن مثل ما ذكرنا في البداية لابد أن يكون جميع الجهات تتكامل فيما بينها. مثل ما ذكرنا عندنا ميزة الموقع، الاستقرار، وقربنا من أهم الأسواق العالمية، وأيضا علاقات عمان المتميزة على مختلف يعني على الصعيد السياسي يعني تعتبر ميزة. والبنية التحتية اللي تم عملها في الفترة الأخيرة في مجال تطوير الموانئ وغيرها هذه أعتقد لازم يتم التركيز عليها حتى تكون عمان هي محطة لاستقطاب يعني أو للتوزيع لمختلف بقاع العالم. نعم. وأتوقع حان الوقت فعلا للانطلاق لآفاق أرحب في هذا المجال. نحن نتمنى لكم التوفيق الأستاذ خلفان إذا كان هناك ثمة كلمة أخيرة. شكرا جزيلا أخي عبد الله. طبعا ومثل ما ذكرت أنت في البداية بتكون هي احتفالية اليوم، طبعا بتكون هي جلسة في افتراضية. نعم. بيشارك فيها معالي الوزير وأيضا معالي مقبول اللي كان هو رئيس فريق التفاوض في الفترة هذيك، بالإضافة إلى متحدثين اللي هم عايشوا تجربة عمان أو مرحلة مفاوضات عمان لمنظمة التجارة العالمية. نعم. بتكون الساعة 4 بتوقيت مسقط. نعم الساعة 4 عصرا. أي نعم عصرا بتوقيت مسقط. نعم. على البرنامج الزوم. نعم. يقدروا الناس يتابعوها وستنقل عبر المنصات هي حاليا هم يعني عملوا رابط طبعا للتسجيل. نعم. متاح طبعا بس عاد ما اعرف الوقت هل بيكون كافي للتسجيل، لكن ان شاء الله يعتقد بيكون بس للجلسه لاحقا يعني. نعم نعم ممتاز، نتمنى لكم التوفيق. الاستاذ خلفان بن سعيد الرحبي مدير دائره المنظمات والمؤتمرات بوزاره التجاره والصناعه وترويج الاستثمار، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. يعطيك العافيه. الاستاذ خلفان.